السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. وبس جديد نتكلم فيه عن حديث جميل جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع قيام الليل والصدقة، الاتنين دول تقال عليه بحاجة بسيطة جدا جدا. عشان أقول لكم الدين ده جميل والدين ده سهل، وسهل ان احنا يعني ناخد ثوابات. ما هو يا جماعه صاحب قيام الليل ده مش حد هين، وانك تتصدق وتطلع من حر مالك طيبه بها نفسه، يعني كان الشرط للصدقه طيبه بها نفسه. عشان ابقى من الناس دي وما يبقاش الامر ثقيل عليا، اعمل ايه؟ عليكم بسبحان الله وبحمدي. بس خلص الحديث. خلص. بالله عليكم بقى، في دين اسهل من كده؟ في دخول جنة أسهل من كده؟ في إنك تبقى من أصحاب قيام الليل فينادي عليك ملك خزن النار: يا مؤمن يا عبد الله، وأنت على الصراط. يا الصراط ده الملائكة عمالة تقول اللهم سلم سلم اللهم، وهم إيه؟ يعني يا ملاك قائم، يا ملاك ساجد، يا ملاك بيدعي ربنا، ما عصوش ربهم، يفعلوا ما يؤمرون. ويقولوا اللهم سلم سلم، ويقولوا يا رب ما عبدناك حق عبادتك. في اليوم ده، في اليوم ده اللي ينجي المسلم قيام الليل ويعدي كده من على الصراط. طب قيام الليل تقيل عليك والصدقة ثقيلة على النفس. أنا أعرف ناس، عشان بس محدش يقول لي لا ده موضوع الصدقة ده موضوع كبير علينا وبتاع، خليني أجيلكوا كده حاضر. بس إيه تمام أهو جيت لكم. يقول لك موضوع الصدقة ما معناش. أنا أعرف ناس يعني دخلها قليل جدا جدا، وتقول لك لازم في الأسبوع نطلع وجبة لله سبحانه وتعالى، وهم اصلا هم محتاجين وجبه، يعني هم ذات نفسهم لو هم محتاجين وجبه طعام بالقليل بالقليل يتصدقوا. لو الصدقه تقيله عليك ما انتش قادر ومش عايز وضيق ذات المال او قيام الليل، سبحان الله وبحمده. عارفين يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. سبحان الله وبحمده دي معناها ان انا بنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. معنى كده ان الله فعله خير مطلق، ان الله عدل مطلق، ما فيهوش 1% شائبه ولا 1/10 من ديشليون شائبه، لا مطلق، يعني يعني ما فيش مره حكم استغفر الله طلع غلط او مش عدل. فسبحان الله وبحمده معناها كده، انا رب بقدسك يا رب، انا بعبدك وبنزهك عن كل نقص، وانا واثق في فعلك ومصدق كلامك. ده جزء. الجزء الثاني اللي حابه اقوله، معلش يعني لازم ابتدي بالايمان عشان قلبي، عشان انا قلبي ما نبتدي بالإيماني كده. خلى الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل الفيديوهات وكلامنا دوت يصل للقلوب، والله سبحانه وتعالى يفرح بنا يوم القيامة. احنا مستهدفنا ما بنيجي نتكلم عن ربنا ونيجي نتكلم عن الدين، ان يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والملائكة تعرفنا ونفرح النبي صلى عليه بقى. طيب النقطة الثانية، المحور الثاني اللي انا حابة اتكلم فيه، الهيصة اللي حاصلة ما تفهموش في الزمن العجيب المجيب بتاعنا للأيام دي. تبص تلاقي الاولاد، على فكره سن ابتدائي، انا بتكلم عن سن ابتدائي، وتلاقي الام، وده الموقف حصل قدامي وده اللي بيخلاني اتكلم النهارده. لا هو انت شويه في المدرسه، انت مش هم مش شايفين انت لابس ايه وعامل ايه والشنطه بتاعتك ماركه ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت بتعلمي ابنك ان هو قيمته باللي لابسه؟ هو انت بتعلمي طفلك وبتعلمي بنتك ان قيمتهم ومكانتهم، او ان هم ياخدوا مكانه في وسط صحابهم في المدرسه، او الصداقات او المهارات الاجتماعيه او التواصل بقيمه اللي انت لابسه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يا نساء ويا امهات فوقوا، الكلام ده غلط جدا. قيمتك مش باللي انت لابسه، باللي انت مؤمن بيه، بفعلك ومعاملتك مع اصحابك، مش بالماركه اللي انت عاملها ولا بالبراند. انت اصلا قيمتك وقالك انت البراند ذات نفسك، مش لبسك ابدا. يعني ان انا الاقي ان الام هم مش عارفين ماشي، الولد اتظلم او تم التنمر عليه، ماشي، وهو ده امر غد. شوفوا علاج الام للامر خطا جدا، علاجها له انك انت ومش عارفين انت لابس ايه، وشوف ماركه ايه ده وبتاعت ايه بس وهسه ايه اللي احنا فيها. ده غلط. يعني انا بقول ان الامر إيه، ان يبقى واصل لعقل الجيل ده كده، ده انا حاجه من الاثنين حصلت. ما هو الجيل ده حصل له انفصاليه عن جيل الاباء او الاجداد، بلاش الاباء لان برضو الاباء داخلين في عايزين تعديل. جيل الجدات مثلا والاجداد
بفهم معين وفكر معين وناس معلش ما هو كانوا متعلمين لا بس كان في ارضيه. تقول لك ما التعليم تعليم ايه يا حبيبتي؟ ما كان في ارضيه، ارضيه قران سنه حديث الـ الاصول بتاعه الدين. يعني يقول لك مثلا الولد يكبر ويفهم ادي على المقرأة وعلى الكتاب، والبنات نفس الكلام. وكان في دين، خوف من الله سبحانه وتعالى، كان في ارضيه. فحتى لو هي ما اتعلمتش مين حافظها؟ اصل الدين اللي كانت واخداه. اما كده لا دين ولا دنيا ولا حاجه، وتطلع لي طفل الايجو عنده عالي جدا والانا والطوسيه والكلام ده، وانا بلبسك لبس ايه يا ابني؟ انا بيبقوا مليونيرات، ومش عايزين نذكر اسامي عشان ما نبقاش بنقول للناس اسماء، مليونيرات ولابس تيشيرت ب 5 دولار ولا ب 4 دولار كتير كمان عليه، مش بقيم، مش باللبس، بالقيمه اللي انت بتحملها. وده اللي المفروض ان احنا نعلمه لاولادنا. لكن علم الاولاد معلش ده انتوا بالقيمه، واحنا فين وساكنين فين وعربيه ايه ولبس ايه وكوتش ايه؟ الكلام الفاضي ده، ده مش صح. انتوا عارفين مش فاكره اسمه صراحه، مش حاضرني اسمه دلوقتي، ولكن مش ممثل استغفر الله، لاعب كره افريقي هو، وقاموا جايين عاملين فوكس على الموبايل بتاعه مكسر جدا، والموبايل بيتكسر في ايده معلش، ولما بيجي اتصال بيفصل. وعاملين بقى فوكس على الموبايل بتاعه. قال لهم انا ايه يعنيني ان انا اجيب اعلى ماركه من موبايل ولا البس براند ما اعرفش ايه؟ انا عامل في قريتي مدارس وعامل مساجد، واللي انا اجيب بيه العربيه اللي اخر موديل ولا الموبايل اللي اخر موديل، انا انفع بيه اولاد بلدي واعمل منه اولاد بلدي واعمل كذا واعطيهم كذا. هي دي القيمه، هي دي القيمه اللي نعلمها لاولادنا. مش قيمتك في اللي انت لابساه واللي انت بتعمليه وهو كده علشان الناس، غلط. ولو انت في مجتمع او حابه تعملي ليكي صحبه يبقى على حسب اللي انت بتعمليه. واحده بتكلمني بتقولي ايه ده انت طلعتي متواضعه. ايوه يعني المفروض نعمل ايه؟ استغفر الله، يعني اعوذ بالله من الشهره والباس الشهره، نسال الله العفو والعافيه وربنا ينجينا من هذا الامر. نتجمع على صلاه، نتجمع على حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، نتقرب مع بعض بسبب قيمه قالها الاسلام، ولا قيمه وصانا بها النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده. لكن تبقى القيمه في اللبس والبراند والكومباوند اللي انت ساكنه فيه ونوع العربيه وبتاع، لا. علمي ابنك انت ذات نفسك، انت القيمه، انت البراند، مش لبسك هو اللي يعمل لك القيمه. ده جزء، وارجو الله سبحانه وتعالى النقطه دي تبقى واضحه. ثالث محور هتكلم فيه، عارفين ما بصدق اكون بره اكلمكم. ثالث محور معلش بقى يا شباب اسمعوني واستحملوني في قصه زي دي. اما يجي مثلا شاب وكثير جدا بيلجوا، طب انتوا عارفين انا ما بخشش في الجوازات، يعني الناس عارفه ان انا ما بخشش في الجوازات الا يعني ايه للحبيب الغالي قوي، يعني ده بقى واثقه منهم قوي يعني واضمنهم وكده. فما يجي مثلا شاب بيقول لي يا دكتوره مثلا انا عايز بنوته بالمواصفات 1-2-10، واهل العروسه مثلا يقول لي احنا عايزين مواصفات 1-2-10، ونيجي اشوف المواصفات اللي الولد عايزها الشاب عايزها في البنت اعلى منك بكثير جدا. يعني ايه الاوبشن؟ خلي بالكوا يا شباب والنقطه دي ما تزعلش، ايه الاوبشن اللي انت هتعطيه اصلا لاهل العروسه علشان يوافقوا بيك؟ انت اصلا يعني حدودك معينه ومحدده، سواء تعليم او ثقافه او اجتماعي او مادي او شغل او وظيفه ايا كان. فانت ما هي انت طالب بقى واحده بمواصفات عاليه جدا. اما نجيب له بقى مثلا عروسه تناسب مواصفات يقول لك لا ما كذا، ما برضو الاستاذه فلان عرضت عليا مش عارفه ايه، ما برضو الاستاذه علانه كذا. طب ما هو يا ابن الحلال ده اللي يناسب حالك، لكن انت طالب المواصفات العاليه دي والسقف التوقعات العالي قوي ده، ما هي كمان عايزه لها سقف توقعات عالي، ما ده مش صح. وبعدين ترجع تزعل لا ما تزعلش، المفروض انت راجل وواقعي. وبعدين عادي، يعني انا عندي الرجاله عادي، انت تروح الناحيه دي تيجي الناحيه دي، المهم يعني ايه انت راجل ما تروح في السوق. لكن ان انت تزعل وتقول لا هو انا عايز مش عارف، جميل ان يبقى سقف توقعاتك عالي، بس لازم اهل العروسه يشوفوا فيك حاجه. احنا نستدعي ان احنا فعلا نعطي لبنتنا اللي عندها المزايا الفلانيه لفلان، ايه بقى؟ ما اهل العروسه عايزين برضو يشوفوا. لكن انت جاي تزعل ويقول يا دكتوره ما هي اصل فلانه ادتني نفس العروسه اللي انت جايباها. قلت له ماشي يا ابن الحلال ما دام مناسب لحال. لا ايوه صاحب التليفون المكسور اسمه ايه؟ ساديو ماني. ماشي يا الهام، الهام ولا امام؟
ماشي ايمان، شكرا. انا ما اعرفش بقى. ماشي، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. ايوه لا انا مش هرد عليكم دلوقتي، خليني ارد لما، معلش خلوني ارد لما ده ورد يا حلاوتكم، ركزوا معايا، ده ورد جايبه لكم ورد قميص. اقسم بالله انا بطلع معاكم البث ده بضحك على التعليقات اللي انتوا بتقولوها، بتفصلوني تمام يا جماعه. ركزوا في اللي انا بقوله، ركزوا في اللي انا بقوله. طيب فانا مش عايزه الشباب حبايبي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويطرح فيهم البركه، وواحد اشتغل على نفسه وما شاء الله بيصرف على حاله واهله ملوش دعوه بيه، وبيصرف وشغال في جامعه وثانيه وثالثه، اه انت راجل وربنا يبارك فيك، لكن هتعلي الدنيا قوي يبقى لازم، حاضر حاضر، هتعلي الدنيا قوي يبقى لازم عندك اوبشن. اه احنا مثلا كذا، يعني مثلا لما راح سيدنا بلال بصحابي عشان يزوجه، قال فيه المعايب، قال بقى انا اخش بصاحب رسول الله بقى عليه الصلاه والسلام يزكيني، فلما راح قال كل المعايب في العريس اللي جايبه، فقال له ليه كده؟ قال له ولكني اشهد انه يحب الله ورسوله. اه هو ده، هو ده. في بيوت بقى تقبل كده، وفي بتقول لك لا والله احنا ما بنعلمهاش وبنعملها ونسويها علشان يجي واحد مثلا اقل، لا يعني، وخلونا عمليين وواقعيين. اهالي العروس، انا ما بتكلمش على بتاع المادي، انا ضد الكلام ده، وانا قلت لكم الموضوع ده قبل كده وادعو ليه، واحنا اول ما نطبقه ابدا ما نغلي، لكن لما يبقى في اهل عروس شايفين مثلا كده، انا بيتكلموا على الاقل المستوى الثقافي مثلا، يبقى هو اقل منها مثلا في التعليم ومطالب، او يبقى مثلا في المستوى مثلا الاجتماعي ما بين العيله، غلط. في الاول وفي الاخر مش عايزه الشباب يزعلوا من حاجه زي كده، وما تز... و... و... وانت ولما اجيب لك واحده، انا لما اجيب لك واحده ارضى بيها، لما اجيب لك عروس ارضى بيها، اعرف ان انا ان البنت اللي انا جايبها لك ده من بيت محترم، وتعيش وتبقى سامع، وانت عايز ايه اكتر من كده؟ واحده تحب الله عز وجل ورسوله وتطيعك وخلوقه وشايلك فوق راسها ونفس مستواه. الف تحيه لكم، والناس اللي من الجزائر والناس اللي من المغرب، و حاضر حاضر. الذكاء العاطفي حاضر، هنتكلم ان شاء الله في مره عن الذكاء العاطفي. عامه ادعو الله سبحانه وتعالى يعني انه الكلام يبقى خفيف عليكم. حاضر. طب خلوني اكمل بس واجيب الاسئله، ولا عايزين اجاوب دلوقتي؟ ما هو يعني ما يعمل حاجه من الاثنين، يا جاوبكم دلوقتي يا 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 اكمل الموضوع. نجاوب. حاضر. طيب محمود اهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا ما شاء الله، طب اسالكم الدعاء، الله اكبر، ادعي لي ربنا يكبر بخاطر، ربنا يكبر بخاطرك يا الله اكبر. اسمك اسم حتى الاكونت حلو، الله يقوي. تحيه من لبنان ميساء، ربنا يبارك فيك، اسم غالي، اسم غالي يا ميساء، ربنا يغفر لميساء اختنا يا رب، ويعني ويسكنها فسيح جنات، اللهم امين. احمد ربنا يبارك فيكي وجزاك الله خيرا، شكرا يا اخ احمد. بيبا بارك الله فيكي. طيب دعواتكم في لايف رباب يوسف، ربنا يوفقك في تربيه اولادك يا رباب يا رب ويعينك عليها، اللهم امين. اجاوب على ايه؟ جاوبي، اجاوب على ايه يا سمر؟ من اللي انت كتبتيه يا سمر عشان اجاوب عليه؟ ما هو بيظهر لي متاخر، يعني هو بيظهر لي متاخر. عامه ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلنا واياكم، وجعلنا كده يا رب نرجع لاول حاجه البث كان عليها، اللي عايز فعلا يا ربنا يعينه على قيام الليل وعلى الصدقات، سبحان الله وبحمده عليكم سبحان الله بالألف مرة وبالألفين مرة بقى، أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم يا رب، وما تنسوناش من الدعوات، الناس اللي كده ما تنسوناش من الدعوات. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.